وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أرحب بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذ جميل، يعني كما شاهدنا اليوم، مصر تحصد بالفعل ثمار الحرب التي استمرت على مدار سنوات ضد الإرهاب في سيناء، والتي ضحى فيها الكثير من شباب الوطن بأرواحهم. كيف تقرأ ما تابعناه اليوم وانعكاس حالة الاستقرار على التنمية في سيناء؟ هو طبعا النهارده يوم عظيم جدا من ايام الدوله المصريه، يوم بنكمل ثمار الحرب الشرسه اللي كانت بتخوضها القوات المسلحه المصريه والشرطه المدنيه وبالتعاون مع اهالي سيناء على التنظيمات والجماعات الارهابيه اللي قدرت ان هي تتغلغل الى اراضي سيناء. 10 سنوات من القتال المستمر، 10 سنوات من التضحيات المستمره، اكثر من 3000 شهيد من القوات المسلحة والشرطة المدنية و12 ألف شهيد من و12 ألف مصاب. إذن في تضحيات كثيرة تم تقديمها من شباب هذه الدولة من أجل العودة للاستقرار، من أجل العودة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، من أجل البدء في عمليات التنمية الشاملة داخل أرض سيناء. احنا شفنا في الوقت الحالي طبعا الدولة وجهت والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه العديد من المشروعات انها تتم على ارض سيناء والتنميه الشامله. اعتقد ان حتى مش في الوقت الحالي فقط، ولكن من قبل ذلك هناك كان العديد من المشروعات القوميه اللي تم تنفيذها، مثل الانفاق اللي تم انشائها من اجل ربط سيناء بالدلتا وايضا الكباري، شبكة الطرق الضخمة اللي تم إنشائها داخل أراضي سيناء، العديد من مصنع للأسمنت ومصنع للجرانيت، مدن جديدة تم إنشائها، إعادة تأهيل القرى السكنية لأهالي سيناء. إذن في مشروعات كانت بالتوازي بتتم مع القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية، أما المشروعات الكبرى والتنمية الشاملة هتتم في الوقت الحالي بعد القضاء بشكل كبير على التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي كانت موجودة على أرض سيناء. وبالفعل في الوقت الحالي شعب سيناء أو أهالي سيناء الأبطال اللي قدروا إن هم يتصدوا للعمليات والإرهابية وعمليات الذعر والرعب اللي دبت في نفوسهم خلال السنوات الماضية، جاء الوقت ان هم تبدأ عمليات تعويض لهذه لأهالي سيناء العظام من خلال مشروعات تنموية، من خلال مشروعات ترفع المعاناة عنهم. احنا لو شفنا حتى هذه المشروعات القومية، وزي ما شفنا النهاردة والرئيس وجه بذلك، مثلها بتتم بأيادي أبناء سيناء بالكامل، وكل دي طبعا توفير فرص عمل، توفير فرص عمل ليهم وللشركات اللي ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتعرضوا أيضا لأذى وتعرضوا لعمليات اختطاف وخلافه، ولكن قدروا ان هم يقفوا قدام التنظيمات الإرهابية من أجل التنمية الشاملة ده. نعم، إذا أستاذ جميل، ما رأيناه هو رد الجميل لأهالي سيناء، سواء من ضحوا بأرواحهم فداء للوطن أو من كانوا يعملون أيضا في المجالات المختلفة يعني الأطباء والممرضين وغيرهم والمعلمين في الاستمرار في العمل في هذه البقعة الغالية من أرض مصر. يعني كيف تابعت أيضا التكريم الذي تم اليوم لمجموعة ممن خدموا هذه المنطقة الغالية في مصر؟ هو بالطبع رد جميل وتقديم النهاردة الرئيس، وهو بيكرم أهالي سيناء اللي قدروا أن هم من أطباء ومن شركات ومن خلاف كل ده، ده رد للجميل من الدولة المصرية لكل من قدم شيء لهذه البلد وكل من وقف أمام التنظيمات والجماعات الإرهابية. تكريم مش للجيل اللي موجود في سيناء ده فقط في الوقت الحالي، لا، تكريم لأهالي سيناء منذ سنوات طويلة اللي تم إهمالهم وتم وللأسف الشديد ما كانش الدولة بتكترث بتقديم الخدمات ليهم. لكن لو شفنا على تاريخ الأهالي سيناء هنجد أنه تاريخ مشرف، ووقوفهم أمام الاحتلال الإسرائيلي ووقوفهم بجانب القوات المسلحة في حرب أكتوبر 73، وفي النهاية وقوفهم بجانب القوات المسلحة في حربها ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية. التكريم النهاردة تكريم لسيناء
على مدار تاريخها والشعب سيناء وأهالي سيناء على مدار تاريخها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.